سؤال تاني من أختنا سارة أحمد. سارة أحمد بعدها بتقول: لو سمحت يا مستر، السلم الصغير بيكون إزاي؟ جميل. السلم الصغير أنت تقدري تتابعي في قواعد الموسيقى العالمية، هتلاقين ان انا شارح ابعاد السلم الصغير وانواع السلم الصغير. انواع السلم الصغير قلنا 3 انواع: طبيعي، هارموني، ميلودي. والسلم الصغير ده بيكون هو السلم المناسب لسلم كبير، فبيمشي على نفس الدليل بتاعه. فالسلم الطبيعي اللي هو اول نوع بطلع وانزل بنفس الدرجات ونفس النغمات التابعه للدليل بتاعي بدون اي تغيير. النوع الثاني اسمه السلم الطبيعي، النوع الثاني اسمه السلم الهارموني، وهو برفع فيه الدرجة 7 في حالة الصعود وفي حالة الهبوط، يعني بطلع وارجع وانا رافع الدرجة 7. النوع الثالث هو الميلودي اللي برفع فيه 6 و7 في حالة الصعود وارجعهم تاني زي ما كانوا في حالة الهبوط، يعني كأني بطلع ميلودي وارجع طبيعي. ده فيما يخص السلم الصغير، وقلنا السلم الصغير ده بالنسبة للقواعد العالمية او الغربية. لكن يعادل عندنا مقام النهاوند، ولو هتتكلمي انت يا سارة على الشرقي هيبقى السلم الصغير ده يعادله مقام النهاوند. وانا شرحت مقام النهاوند بانواعه، قلت ان انا عندي مقام النهاوند اللي هو الاصلي اللي هو بيسمونه نهاوند حجازي، اللي هو فيه اللي هو يعادل بره عند الاوروبيين اللي هو الصغير الهارموني، فبعمل نهاوند على الدو مع حجاز على النوى. طيب النوع الثاني اللي هو بيسمونه نهاوند كردي اللي هو يعادل عند الاوروبيين اللي هو الصغير الطبيعي اللي هو بدون اي تغيير، يعني يعمل كرد على النوى مع نهاوند على الضوء. النوع الثالث اللي هو عند الاوروبيين اسمه ميلودي، ان انا اصعد برفع 6 و7 فبعمل عجم على النوى، فده عندنا احنا في الموسيقى الشرقيه اسمه طرز جديد. ده مقام اسمه طرز جديد، ان انا اقول نهاوند على الضوء وعجم على النوى، ومستحب ان انا ارجع نهاوند كردي. ده بالنسبة فيما يخص السلم الصغير بيكون ازاي. في الاخر احب افكركم ان كل الحلقات وكل السلاسل عندنا وكل الفيديوهات بنحط فيها اللينكات بتاعت جميع السلاسل اللي بنسجلها، سواء كانت موسيقى عالمية، موسيقى عربية، قواعد هارموني، سواء العزف جيتار، سواء اي فيديو هنعمله او اي سلسلة هتنزل تانية بعد كده هنشتغل فيها، بتتحط تحت في اسفل الفيديو في الديسكريبشن تحت. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو وكنتم استفدتم بالفعل من حلقاتنا معاكم، ما تنسوش تضغطوا على الجرس وتشتركوا في القناة، وان شاء الله تكون فيديوهات مفيدة للجميع. شكرا، محدثكم محمد الفكاني، السلام عليكم.